وثمة أحاديث تشير إلى نوع من علامات القبول، ومن ذلك ما جاء في صحيح مسلم من أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يعمل العمل فيحمده الناس عليه، فقال صلى الله عليه وسلم: تلك عاجل بشرى المؤمن، إذا عمل عملا لم يتعرف فيه للناس ولم يطلب فيه محمدتهم ولا طلب ثناءهم ولا أظهره للناس ليحمدوه، ثم جاء من ذكر ذلك العمل وأثني عليه به، فإن ذلك من عاجل بشرى، أي من علامات ودلائل قبول عمله. وذلك أن الله تعالى إذا أحب عبدا، أسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أحبابه، إذا أحب عبدا نادى في السماء يا جبريل إنه أحب فلانا فأحبه، فينادي جبريل في أهل السماء إن الله يحب فلانا فأحبه، فيحبه أهل السماء، أسأل الله من فضله. ثم يوضع له القبول في الأرض، وهذا فضل عظيم. والقبول في الأرض هو أن يجد الناس في قلوبهم محبة ورضا عنه بلا سبب، يعني ليس له عليهم يد ولا لهم معه معاملة، وليس ثمة ما يوجب طمعهم في محبته والثناء عليه، إنما هو شيء لا سبب له من قبل الإنسان، شيء وهبي يهبه الله عز وجل الإنسان، كما قال الله تعالى: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، أي محبة في قلوب الخلق.